السلام عليكم. Now, what we have done with Murad Research, John? Don't worry, boss. Everything's perfect. According to the plan, our man there spotted everything and put the necessary preparations for it. Gorgeous. Very, very good. But don't forget that our target is not to set up this conference. By all means, whatever it takes. And let's see how the Egyptians are strong. Do you think they are strong? And now to the following conference. Now to the following conference. Okay, let's go. الو انا اتحرك زي ما قلت لك اول ما يمسك الطريق. سلام سلام. والله يا امي انا اللي انبسطت ان انا شفتك وشفت الحاره كلها. ربنا يخليك ليا. لا انا في المكتب، انت عارفه بقى ضغط الشغل اللي عليا كتير. الحمد لله. بقول لك يا امي اسمعيني كويس، الفلاشة اللي أنا اديتها لك عليها أبحاث مهمة جدا وناس كتير طمعانين فيها. بالظبط كده، أنا مش عايزك تديها لأي حد خالص خالص إلا لو أنا كلمتك وقلت لك. خير يا أمي خير، أنا بس عايزك تدعي لي. ربنا يخليك ليا. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. ما انا لو مشغل رجاله بجد كان زمان دلوقتي الحاجه معانا، بس اقول ايه؟ ما هو الرجوله ناقصه وعايزه لها مناقصه. عيب عليك يا كبير، احنا اصل الرجوله، وانا طول عمري دراعك اليمين وعمرها ما خيبت مني. ما هو عدى من تحت مناخيرك يا حبيبي. المره دي الموضوع مختلف، كان في لجنه في الطريق وعمر الطريق ده ما كان فيه لجان، واحنا كنا محرزين وكان لازم نغير الطريق. وبعدين هما يروحوا مني فين؟ يا حبيبي الفلاشه دي لو ما بقتش معانا لا انا ولا انت يبقى لنا اثر. ما تقلقش يا كبير، وحياه شرفك ما يصبح الصبح غير لما كل الفلاشه دي في حضني. الفتره دي هنركز اكتر على النظام الغذائي، مفهوم؟ انتوا الاربعه كده ليكوا نظام لوحدكم. انا ملاحظ ان انتوا فعلا عايزين تخسوا. اه خالص. اما انت يا اكرم فانت ست ايام دايت ويوم جوع. اكرم انت كويس؟ سواريز كان كده، بدا عندي كده، شوف بقى فين دلوقتي. انا هعمل لك نظام يخليك زي القمر. يوم تفاح مش مشكله بحب، يوم شوفان بيلزق في الحل بس مش مشكله، ويوم تتفرج على مسلسل الفنانه نبيلة عبيد. كده ذنب والله، كده ذنب. بالله تعالى ليه يا كوتش؟ انا شايف ان في دلع، عشان كده انا هجيب لكم اللي يربيكم يا كابتن اودي. يا صباح الفل على الرجاله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بقول لك يا كابتن. ايه يا كوتش؟ انا عندي ناس محتاجه تتعمل منها لعيبه كوره بجد. بتاعتي ده يا كوتش، انا ما بحبش الدلع في لعبي. خير يا افراح، كلمتيني في حاجه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا اودي، انت شفت زماره النهارده؟ زماره؟ لا ما شفتوش. ماله زماره؟ يا لهوي، زماره ما ظهرش طول النهار، وبكلمه على الموبايل تليفونه مقفول. انا قلبي واكلني قوي يا ست. ايه ان شاء الله ما فيش حاجه، ما انت عارفه زماره هتلاقيه هنا ولا هنا ولا حاجه. لا لا المره دي انا قلبي واكلني قلقان عليه. لا انا مش هسكت. راح فين يا افراح؟ راح يا اخويا ادور على اخويا. امال انا هفضل قاعده ساكته كده؟ استرها علينا يا رب. استني خديني معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو النبي يا رب، لو النبي يا رب الحلم ما تنزلش الارض. لهوي النبي يا رب، حلمت حلمي في كفي، كفي ما ثبت، حلمي ما ثبت. اسم الله يا ولادي، اسم الله يا حبايبي، قلبي وجعني. لا 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 والله العيال فيهم حاجه. اه يا عسليه، الولا زماره، زماره في حاجه يا رب. والنبي يا رب، ده انا ما حلتش غيرهم والباقيه دي هم متشحططين. والنبي يا رب تجيبهم بالسلامه. زماره في حاجه ورحمه ابويا، زماره في حاجه.
ما تقلقوش، انا كلمت ابن اخويا امين شرطه في المسطحات وهيقوم بالواجب. مسطحات ايه بس يابا، هو ممسوك في مركب؟ بقول لك انا كلمت نور بيه معاون المباحث وهو اللي بيحقق في الموضوع بنفسه. نور بنفسه؟ ده حامل الدبابير لوحده وهيجي هنا المنطقه؟ لا مش عارفين. وحضرتك بتسال ليه يعني؟ عشان نقوم معاه بالواجب. واجب ايه؟ انت محسسني انه ابن اختك يا جدع. يا باي عليك ايه ده؟ لا ده انا دورت عليه في كل حته مش لاقياه. اخوكوا فين؟ سكتوا ليه لما دخلت؟ بتقولوا سر؟ يبقى انتوا عارفين حاجه مش عايزين تقولوها لي. عسليه، اخوك فين يا عسليه؟ افراح، زمره فين يا افراح؟ اخصى عليك يا خاينه، ده انا بطمن عليهم هم معاكي. الواد بقاله يومين، يومين مش شايفاه. ده هو الوحيد اللي كان بيخش عليا يسال عليا. اخوك فين؟ ما تنطق، ما تهدي ياما. هو بصراحه كده جات له سبوبه يعني وطلع يغني كده ففرح لوحده حفله يعني ياما على الهوا كده. لا هو ما يعملهاش، هو مش خاين زيكم. ده حبيب قلبي انا، ده هو صحيح طويل بس هو وهبل، ما بيروحش في حته لوحده. سبت اخوك ليه يا بنت؟ ياما اخويا كويس ان شاء الله، بخير بخير بخير. قلتوها بخير يبقى هو مش بخير، يبقى انتوا عارفين حاجه. بصلي مش هتقدر تحط عينك في عيني، هو في حاجه، ده انا حلمانه بيه يا حبيبي. لابس اسود في اسود وحواليه غرابيب سود في سود. حبيبي يا زماره، هتقولي زماره؟ انزل دور على اخوك يا عره الاخوات، والله العظيم ان ما كنت تنزل تدور عليه نزل ادور عليه بنفسي انا في الشوارع. خلاص يا ام هادي، يا ام انا هنزل ادور عليه واجيبهولك. ايه ده، خلفك كاظم الساير يعني؟ على الله ترجع من غيره، ما انتش داخل البيت. وانت، انت يا عواله يا حساله، انت ايه؟ انت ما بتحسش؟ انت تلاجه؟ انت فريزر؟ هو انت ايه على قلبك مروح كده؟ ليه مش ابنك اللي تايه ده؟ روح دور عليه. أم اجري. اقوم ادور عليه، ده ابن حبيبي، ابن حبيبي. حبيبي اه، عشان انا فكرتك بس. اخص عليكم. وانت، انت يا كدشان انت علي لينا اهو، انت يا قرشانه اللي بتعرفي كل حاجه وتعرفي التايهه وتجيبيها. سايبه اخوكي ليه؟ ياما اخويا جاي، والله العظيم اخويا جاي. هدي نفسك انت. هدي نفسي ازاي؟ ده زماره، عارفه عن ايه زماره؟ برقبتكم كلكم. امشي يا بنت، امشي دور على اخوكي. يلا ما اشوفش وشك انا من غيره. الله العظيم لا اشوف حد يخطفنا انا كمان. يلا يلا يا شو السودا دي. امشي عيال سفله، والله ما فيكم غير زماره. انا عايزه زماره. يا رب تيجي يا زماره. سعادتك يا باشا، ليه ضيعت وقت في الربطه دي كلها؟ يعني انا كنت هعمل مع سعادتك ايه يعني؟ حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بنجات وعضلات. انت مشترك في جيم ايه؟ بس يالا. بس يالا اللي في الجيزه؟ اخلص خالص. اخلص خالص، ده الفرع التاني؟ يا ابني قلت اخلص. ماشي يا باشا. طب لو الواد ابراهيم بلاميطه اللي عامل الحوار ده كله علشان انا هزقته في اللايف، انا ممكن اعمل لايف تاني واعتذر له. وبعدين مش ذنب يعني ان انا صوتي احسن منه، ولا كنت الوقت ساعت خنفسه؟ خنفسه مين وبلاميطه مين؟ الموضوع في مراد اخوك. مراد اخويا؟ هو مراد بيغني مهرجانات؟ انا بحسبه بتاع نوى وبس. هي عيله فنيه، بس على فكره انا اشهر منه في المهرجانات. انت على كده بقى مشهور؟ اه مشهور، وعندي جمهور كتير، عندي 1000 فولورز على اليوتيوبر. طب بص يا عم، الفولورز يوتيوبر هقول لك كلمتين، هتهدى وتسكت وساعه يجي اخوك وتمشي. ولو ما جاش هتقعد معانا، ولو جه هتروح، ولو ما جاش بس بقى. حاضر. على فكره بقى، انتوا ما تعرفوش انتوا بتكلموا مين. انا ممكن اعمل قلق بس عشان انا مربوط، انا ممكن افجر المكان كله. ولا انا ممكن، انا معلش انفعلت شويه بس. ما تنفعلش تاني. حاضر معلش. هو الراجل ده بيبص لي بصه عصابه ولا قصده حاجه تانيه؟ بس يا حاضر حاضر. اسمع بقى حبيبي اللي هقول لك عليه وهتنفذه بالحرف الواحد. لا لا يا لا هنفذه. الو، ايوه انا الدكتور مراد. ايه هو فين؟ طيب ايوه زماره، ايه اللي حصل؟ طب انت في مستشفى ولا فين دلوقتي؟ طب حد بلغ الاسعاف؟ انهي طريق؟ طيب انا جاي لك حالا.
على طول حالا هكون عندك.